الوداد ممكن يعمل مفاجأة ولا ممكن مستحيل؟ جداً ممكن جدا 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 جدا. اصل الكلام صن داونز ليه؟ اشمعنى الوداد فريق قوي جدا والتعادل جداً بالعكس ممكن يسجل ويصعد. افضل دفاع في البطوله فرقه منظمه جدا. دي يعني ممكن نقول دي صوره من النادي الاهلي اللي هو الفرق اللي ممكن بره ارضها تعمل اللي ما يعملوش على ارضها. نعم. يعني النادي الاهلي طول تاريخه في حاجات في اوقات كتير جدا ما بيعملش حاجه بس يعملها بره ارضه وشفناها طبعا كتير. لكن انا شايف الوداد لا انا عشان كده قدامه فرصه يعني طبعا مش مستحيل. لا طبعا طبعا ولو الوداد قدرت انها تجيب جون هتصعب الماتش جدا. صعب جدا الماتش. طبعا طبعا بشكل كبير جدا جدا. فرقه منظمه جدا, فرقه لعيبه عارفه تقتل المباراه, خاصه كمان ان الفريق المنافس بتاعها ما عندوش ادرينالين الجماهير. يعني صن داونز ده هيبقى الاستاد كومبليت مقفول, بس لعيبتها لعيبه صن داونز مش هي اللعيبه اللي هي الجمهور يعليها او ياثر فيها. لا اللي هم كده كده هم فاصلين وبيلعبوا كره من اجل كره قدم بس. نعم. بس ملوش دعوه بقى في حضور جماهير مش حضور جماهير. جداً. طبعا جداً. طبعا فريق رائع 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 بشكل كبير جدا.